صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين، خدت ضربنا سمين عند الظهر. شوية وقال لي نفسي في أرز بلبن، خدت ضربنا أرز بلبن. شوية وقال لي عايز آكل فلوكة في النيل. أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على فلوكة واخد انبساط وفجأة هوب هوب ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك هوب ايه؟ شد على الله يا سليمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سليمان بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كرز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سيدي، خش يا سيدي بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا، سوري معلش، انا اسف انا اسف. يا جماعه المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقه واحده بس. شكا قوي نانا، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ابني اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني يلا موان على مهل جميلة. يلا يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. هتعمل ايه؟ انت بتعمل، انت هتعمل ايه؟ سويت جو، هاي سويت. هنطلع البلد ده. لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه ثانيه، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجة. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسأل ايه دخل؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. لا 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 وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمة. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لا مؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ اه ظروفي
انا وقوف وقفه عمان الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطة مولع ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاة على النبي كده نقرا الفاتحة قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم. هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط مني مع أنت بتقول إيه أنا؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان بس يا موان. أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا إبراهيم أجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا فين معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوه. ام نشوه مين يا ابراهيم؟ ام نشوه يا ابراهيم. بيه ام نشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده انت ظبط مصطفى ام منار. يا بنت عايز نار كده كلام مصطفى. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى باين اوعى باين لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني. انا مصدقك ابين. انا بطمن على العقد ليكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر ابين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك سمعتي. حاضر اتفقنا. ما ابين اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصلي مدورها ومطرياها. قلت النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنتت.
يلا روف اعمل إيه؟ الصح اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين يا طاروف. معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا روف يا جدع؟ بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخو ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه حضرتك؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامة. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو بيسا بقى بومبا. استنى ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيي. ايه؟ مش مشكله، خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حاول قوت الا بالله، ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس ديتي ايه ده؟ ايه مسا مسا روف. مسا نور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت في بوضو، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بتقول ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هم، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبراهيم. هات سقعة على كبير، هات سقعة على كبير. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقول يا. لا بقول مسا مسا يا أبراهيم. مسا مسا مدام. اقف طابور. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش مالحه على الناس، سيبنا في الشغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبنا شوف شغل، تعالى اتجوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي تحت الطاهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده بتقطع اكل عيش. هو انا بتاع بلديه هصدر لك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي ملوش كبير يشتري له كبير وطالع لك كبير. صباحين وحتة على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس،
البنت تفاحة جالها عريس لقطة تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. أصل بصراحة أنا واخد حباية ضغط. وأنت من إمتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجيلي الضغط. يا عم استنى بس، ده أنت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. أصلك أنت مش فاهم يا حاحة، أنا نفسي مزنوق ومحتاج لأي حد ألجأ له. طب ما تلجأ لنا. نرجع لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ تلاتة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. يلا استنى. طيب يلا بس تعالى. استنى هتاخدني كده هتجرني على بلا وشي اغير هدومي. طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محولي حباي ما يروحش. كح يا رقيق. ما خلاص. دي شكلها تعبانة أوي يا عم. أيوة هي تعبانة وربنا مش كاتب لها الشفت. لو سمحت يا ست مفيش دكاترة هنا. معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعة. مفيش دكاترة هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحة قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوه البراندة؟ هايله هايله. خش جنبي نسيبك. اتفضل يا اخويا. خليك انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جاية. الله زي القمر. والله ما حد قمر غيري كنتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله التسعة. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره ومسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقته. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم، انا هتجوز في الشقة دي وانا عجبني العيزة، عايزة اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة عشان طبيعية يا ابي حاحة. جوزهاني. وانا كمان عمي ماشي مأزوم حالا. يلا خلي المأزوم في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده يا عم؟ يلا بلا ريحه ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. انكر اول المطرودين انت يا عمي. توكل على الله يا مامه العريس. توكل على الله. وانت بقى ورحمه امي لو وقعلك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر. طب ابنوها مضاد حيوي وانت مساح وعناك. تعالى يا عشان بوصل لك السبوبه يا حاحه. انت بقى التاني. اه انا ابيك عليا حصه. انت تسوي يا بنت وحشه ولا بايره؟ الاثنين. اه عايزين الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس ده والتاني هتعرفي. ها الاربعه خمسه اللي انت طفشتيهم خليكي كده قاعده لحد ما تدوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحمله. ده انا حلوه ومدملكه والف مين يهواني. الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبه تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. اقول لها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني. بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج.
دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلهى في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعنكم اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشر ربنا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وانتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبوا منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا نلجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا نلجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليكي يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانوا مع بعض تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. صدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرب غرب 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتوري وافي يجي يديني الجلسه. بولا ودي بولا، بولا يا بولا، ان 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 بخص عليك يا بابلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا اتفضل. الله يخليك الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا بيبلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقه مكسوفه منك، اصل اول مره اروح لراجل عازف في بيته وانت كمان خارج لنص في ملط وركبك ما شاء الله معظمه زي الجمل اللي بيجري في الحبشه ده، عارفه اللي في الحبشه؟ فانا تلاقيني كشه يعني. لا مفيش حاجه، انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي الحبشه. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. بالسلام بالسلام بالسلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. بلاوي انت قاعد مع ميتها اللي راقدونا تحت التراب ده كلام في ايه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني يلا، خدت صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا بلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه في مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. عينيا. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجرم الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. فرفشتني يا بلاوي. يا سلام عايشيني لحظه.
شغرتيني فيها 20 سنة ورا. برضو كبير. لا ما هو كم رأسة بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببليو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقة؟ لا أنا مولود من العون. والنبي مش لاصقة؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي آخر 5 فاضلين عندي. أنت كان عندك أكتر من كده؟ كنت وارثة 40 عن أمي، بعت 35 عشان أطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمني مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترز الشغل، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده انا راكبه بطه؟ لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة. ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شوية. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. اروح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امشي بنفسك يا واد. ايه كده؟ لا فترة ايه؟ لا لابس خفيف يا عيا. الله الله الله، كنت برويني كمان. مش كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ اوعى حرام عليك تل بيتكم الناس الشعبية. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش مهدد. كلام كفايه كفايه، الراجل هيكمل. اوكي اوكي. بياول امشي من هنا في بجلدك. يلا امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله طب سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه براحتك. سلامه. ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهيه. انت بغلتك الغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالى عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجه فينا يا طول مره. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجر يا غليت الحياة صديقي، إنني أسم من وراءه رائحة الحب نحوك، وأنا الذي أحبك. وأنت مالك؟ أنا لبطيس شكلك ولا وشك. سأقتله هاية المرأة. أنا الذي سأقف له لأحدى. ستقفين له؟ أيوه. هي الساعة كم دلوقتي؟ مش عارفة بس سأقف له. ستقفي عنك. هيا بنا. هيا بنا. هيا المرأة. سأقتلك. تعال أيها المرأة. غلبان. يلا يا أبو هاشم يا معفن. يا فجر والله وقعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومة. انت اللي اذيتي روحي. اوعي تنسي نوسة يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسة.
خلانوسه، ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانت سامعه عني؟ طبعا. طب بصي هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس والنبي ودي الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب بحبك. هو سيبني ده قبل ما بوله. ما بوله؟ حمام. اه طبعا فيك. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي ناديه، وبيطلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت. طب والنبي يا نقه دخلي لي حمام. عارفه يا خالتي كنت جايه لك بس الحكومه سبقتني. دخلي لي حمام يا نقه. انتوا هتجوزي خالتي. وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يسترك تفكي على بيتي. فكينا يا ناديه انت الاول بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الطرق قايلين. انا؟ يا خالتي يا خالتي. يا خالتي. يا خالتي. بحب عمري وعشق الحبات. اوعى كل فكراني لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. لا يبتليكوا بنصيبة، وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا. جات لكم اللي هتربيكم. ست واصله ومخاويه يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هم 19 بس. ده انت ستك واصله لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمه؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنتي شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت؟ بني. اه يا بكده يا معفنه. وانت؟ منوعات. كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوه ساعه بعضيكوا لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرن سويه من هنا، يلا من هنا، شوف من هنا ما فيهوش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ بس خفيش. انا ما خافش يا دلعات. يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله. طب هم جابوا سيرتي وجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يدخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ انت شوايه؟ يا الله يا اولياء انت وياه كل واحد على سريره. يلا ناموا. حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمة؟ المتمردين استولوا على المدينة وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطيارة وجينا على هنا. كلها يومين ثلاثة وحسين ان شاء الله هيحصلنا، بس بعد ما يطلب اللجوء السياسي لجيبوتي. معلش يا هاها، هنتقل عليك يا اخويا. لا يا حبيبتي نعمة مفيش حاجة، بس يعني ربنا ما يرزقكيش بعيل ابيض يكسر الضلمه اللي انت عايشه فيها دي. وعموما ده بيتك، واهلا وسهلا بيكي في اي وقت. على رايك يا اخويا، الواحده مننا برضو ملهاش غير بيت ابوها. ربنا يخليك لينا. ولاد تعالوا يا ولاد سلموا على خالكم. لا بس عرفيني باساميهم الاول. هم هيعرفوك على اسمهم واحد واحد. يلا يا ولاد. كريستينا. ليلي. نهلالي. رامي. مانويلا. جيلبرت. سعيد اتقبض عليه في قضية شيكات، ولاد الحرام نصبوا له فخ. ده بيت في النيابة من امبارح، كان فاكر ان هو ممكن يطلع بكفالة، لكن لقوا عليه كذا حكم، عشان كده ادوا له حبس احتياطي.
انا مش عارف اعمل ايه يا حاح. انجدني يا اخوي، ابوس ايدك انجدني. جدنا بعض. شوف يا حاحة يا اخويا، بعد العشرة دي كلها يطلع مزمن. مزمن؟ اه مزمن مخدرات. بقاله 30 قاعد من غير شغل، وطلعوه معاش مبكر اهو. عشان ايه بقى؟ عشان طلع مزمن وعامل نفسه كل يوم رايح جاي من الشغل، وطلع مزمن مخدرات زي ما انت قلت. الله يخرب بيت الازمان وسنينه. ليه يا اخويا، وما يحرمنيش منك ابدا. اللي انت عملته معايا ما حدش يعمله ابدا. بقول لك ايه، خلي بالك من تفاحه، ما تزعلهاش منه، ده احنا ملناش الا بعض يا حبيبي. ما تقوليش كده نعمه، ده بيتك اختي، وانت خدي بالك من حسين. هو عامل ايه معاكي؟ الحمد لله. ايوه يعني بيطلع لك ولا انت بتنزلي له ولا حكايتكم ايه مع بعض؟ حكايتك ايه؟ باي باي يا حبيبي. خدي بالك من دسته الاشرار دول. حاضر يا حبيبي، اشوف وشك بخير. حبايب خالهم دول. مع السلامه. الله يسلمك. انت اللي كفايه، انت اللي هتيجي للبوك جعل. والله مالك حق، انا زعلان منك، اصل ده بيت اخواتي، انا ماليش فيه والله العظيم. مش يا ريت. وبعدين يا عم انت كنت ريحت لك يومين، ده الصومان والعه والناس بتقطع في بعض دلوقتي. ما يعني هو ليكوا يبوك هنا عشان كده بوك جعل، وين متمردين تجار قوي يوم. يا راجل انضميت للمتمردين؟ اه وعليه الدم فيه. ده مستقبلهم كويس العيال دي؟ اكيد مش العيال دي. اه بيدوا معاشات يعني، ممكن يظبطوك كما تاخدوا معاشات. معاشات اتريات وعلى طول جوه. بس انا مش عاجبني تشويه العيال كده لغايه الصومال، ده المشوار طويل. يعني يا رياض زي كم جيراني يعني بوك. خلاص يا عم انت اطول مني وتفهم في الحاجات دي. مع الف سلامه. مع السلامة حسين. ألف سلامة أخوي. مع السلامة. السلام عليكم. خد بالك من العيال. ها؟ لا ما فيش مشكلة، ربنا معاكم. السلام عليكم. أنت بتتكلم عربي، أمك قربت ليه؟ أنا بكلمك بالعربي دلوقتي أهو. السلام عليكم. مع السلامة. السلامة. خد بالك من أحمده. لا ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. يا بنت الصغيرة ما فيش مشكلة. مع السلامة. ربنا معاك. السلام عليكم. يا مصطفى أنت بتعيط؟ ده أنت طلعت طفل عندك أحاسيس ومشاعر أهو. حبيبي يا مصطفى. يا ابن المجنونه اوعى بقى يا عم امشي، ده انت عيل نكد يا بايع عليك. اوعى بقى اوعى. ما تسيبك اضربك القلم الاخير، متعشم فيك يا راجل. لا بس بجد احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا حاحة. انت طول عمرك ابو المجدعه يا حاحة. نستأذنك احنا بقى، احنا تقلنا عليك قوي يا اخويا. السلام عليكم.
ده بيت اخواتي قبل ما يكون بيتي، ولو هم مش طايقينكم ولا عايزين يعيشوا معاكم يجوا يعيشوا هنا معززين مكرمين. ربنا يخليك يا حاحه يا اخويا، معلش بقى مضطره استحمله. اصل احنا جايين نهد النفوس يا ابو نسب. بدل في الشتك العايمه دي وكركر مرمر اللي انت عايش فيها دي، راعي ربنا في مراتك وابنك ووكلهم بفلوس حلال. ما بلاش انت طيب بقى الكلام ده بتاع الهش بشك. هشك بشك. تعالى يا مصطفى سلم على خاله. لا ده انت هريني. الكابونه دي بقى من خالك. ماشي خالك ملعوبه بس هتترد لك. ايه ده؟ انت اكيد متوحم على سفاح في الواد ده. معلش يا اخويا حقك عليا انا، اشوف وشك بخير بقى. مع السلامه اختي. يلا يا سفاحه يا تغنانه. انت مصدقه يا ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد؟ خش برجلك اليمين. خش في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. نورا يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي ودي. يلا تكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني هرجع عليك المية. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمل دلوقتي. خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة. وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحس بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا باشا هندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. واحنا اللي نقول العيدو؟ قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس قهوة بس انت ساعديني هاتيلي حاجة من قطره. يا ست انت فانيلة اوسى رب. ايه ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزة حتة من وده قطع الحتة اللي من تحت الطريقة دي لتحت الارقوسة. ايوه وانت خارجة تضربيه بالسكينة ببطنه الدم بيعمل معانا سهل. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعادة؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو وريز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا. ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه ما تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه. شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص. امال جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟
جمايكا. ابو جماما تعالى تعالى. وين فين العود؟ ابو جماما عود قدام. ايوه عود يا اخوي عود. بعد على جمايكا. ابو جماما دقيقة واحدة تاكل. ابو جماما بيموت في الجبنة النست وبيحبها حب. معاك حد؟ ابو جماما طب خد فرقوا على بعضيكم. ابو جماما سلامة. ابو جماما اصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام امي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجو ويجا ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا اعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبله وبلاوي. أيوة. بلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم. ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليك يا يلا. جمايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ نوال. اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني. يا نوال يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيلة ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه بوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. يا خالة attention un vautour 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 attention un accident quoi quoi ma belle ma belle je sois attention 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 بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الاغنيه دي مش بتفكرك بحاجه؟ اه بتفكرني بامك اللي رقصت لابويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسه. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروح على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا سيفت انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه عمتك ماتت تاني؟ ايوه قوم يلا فوجا.
قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا يلا يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه. اوعى غور انت. غور غور. لا مش وقته. يا رب يا رب عثره زي ما عثرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العم. ايه حوش عني كنت الماس هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور. انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي. ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. همي الله الله. اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل. انت يا راجل بتستهبل. مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا بستحمى. افرض سرحانه بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني. تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى انت عميت في عينيك البعيد. مش سايف عيل بيرجع. قوم يا واد روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد المبلاوي. المهنة تنزي حريمي. سن 42 سنة. تكذب من أولها. 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك ايه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. ايه بيكون سلمتي نوال بتاعت الأردن والنبي أحبها. لا نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يوم ما سرق منهم عقود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغل مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش إحنا ما نفضحش حد جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك. العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والإناء. اتكل على الله. يلا بقى يلا. أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بإنه اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق بشبه 40. حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيده. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. انا عليك لو قابلتيها قول لها البنطلون الازرق بتاع المبلاوي حطيتيه فين. هم فين نسيت؟ ما انت قصيته واديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح. الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي بقول له انت كده هتجرجرني للرزيله وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيله معاك؟ لا لا رزيله انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجي لك الورشه. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حق ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوركك اليمين. لا هخش بالشمال اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي. الليله ليلتي يعني فرحي. يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام. ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما. ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما. ايوه ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما. عريسي حياخدني بالسلامة يا ماما. شماء شماء يا ماما. الناس بترقص علشاني. حاسة حاسة يا ماما. كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيها
هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي. احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحا عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحا؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحا. لعلمك انا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبقرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسنلك لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام. خلي السلاح صاحي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابلة الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزة اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير عيلة برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل. بقولك يا بت من الاخر كده انا راجل سافر ومنحط ودور. وروحي يا اختي دورولكم على كبير عيلة بحقي وحقيقي. الله ما توسع مراحك شوية يا عمي. بقولك الواد حاحا جايب نسوان تحت في الشقة. يا بخته. عقبال يا اختي ان شاء الله. بقولك نسوان ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسر رقاصة وبيقول انا متجوزها. بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راخر. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت رجال منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني. انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقولك ايه اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيزي تفاحة. دي تمثيلية تمثيلية عشان نغيظها بيها. ماشي ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجملة الجمايل. يا اختي تنيل انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره صغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بصي النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك ايه يا مايسا انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه. وانتوا طبعا يا خالتي ساميه مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده. ضميري ما يسمحش. هو حاحا اخويا صحيح بس احنا ولايا زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي. تكر وانت جايه. ايوه يا باشا عايزه ابلغ عن قضيه دعارة. بس بقى طب توريني مكان التطعيم. بس انت دايما مع واحد عنده كوليرا. مش عايزه اشوف حاجه تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى. نقطها يا حبيبي. نقطها يعني يا بوسه وضفيها ضفيها عشان اولع فيه. اولع عليه دلوقتي. ما صدقتيني. ازاي يا غجره فرحانه بنفسك يا بنت. لازم اعرف الجدع. تعالى هنا بس ثاني. معلش دعوه بيا. هقول لك بس حاجه. استني اوعى يا بنت. هقول لك حاجه يا بنت. استني ايه ايه عايز تضحك عليا بحكايه المواسير دي تاني؟ مواسير ايه يا بنت؟ مفيش يما ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا ساميه صدقيني انت تصدقي ان انا اتجوز واحده زي دي؟ مالي دي يا روح امك وحياه امي لا نورياك. انا هوصي عليك بلطجيه مصر كلها لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا الراجل اتذكر ما عملش حاجه لجد الدخله. ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت
قطة. شفت بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحد أبوك ورحبة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية 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 استنى سامية هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاها. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية واختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلى بأميرة ونوطى باختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه؟ بس اوعى انت اوعى. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ تيمور يا عم تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرامي يا بنتي، ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. حاضر. يوه
بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنحش. يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي، انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بجملي بجملي، تركت الدنيا بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبة. اعتبره مربوس. حازم الشرابة هتحرق. ايه يا هارم، حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اطلقت. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلم عليه. العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حرامية يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش فاهم. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمر ما حد سرقني في متر وماش مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها انا وانت سرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابوك يا ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا الاشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحرامية دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. عدلوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى عينك سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا نضربها بره. تضربني يا عندك ده يلا يا بابا. عندك يلا يا راجل انت مالك خدك لك واسره. يلا يا معفن يلا. خبطي نفسك جايين على ابو العقد كده. خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى؟ عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قاطع دراعي باللي ده ان مكان بشندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت بشندي. تصدق هو بشندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال. نوال اه يا بيه. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشندي ضروري. بشندي ايه بقى ده وقته؟ احنا صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجرة وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزلك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال. مالك ياض يا وش ملتهب علينا ليه؟ في حاجه؟ في حاجه. في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت. لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحده كده. واحده ايه يا تيمور؟ البت دي تلزمنا. نفض لنفسك يا نفض. ايه في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود البت اتخطفت. البت اتخطفت.
استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة اتفضل. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه. انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي. ياخدوك ايه ده انت روحي. افهمي انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا هتتبهدلي وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلى نمشي في الشارع ده. انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. ساميه ساميه افتح يا ساميه بدل ما سيح لك في المنطقه. تفاحه عايزه توقع بينا عشان تاخد الشقه. افتحها يا ساميه قبل ما اقطع شراييني. والموس اهو. يا ريت عشان دمك يسافل يتصفى ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعي الدواميه. تلاوي اه اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي معلش معلش قوم قوم يا حبيبي. انا ما استاهلش انك تموت كافر علشان اه يا سافل. انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه كان ممكن اجيب لك كشطب من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه ويا ريتها حلاوه بقشطه لا حلاوه بصلصه. والنبي خالتي سيبينا في حالنا. واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض مالكيش دعوه انت. وبعدين لما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى. وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقولك ايه انا شفت حاوي معدي تحت البيت. تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عاجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي حضره خاصه كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر أو ينقص في عمرك في إشارة مرور أو حتى يجيلك انفلونزا الطيور. آمين يا رب. برضو مش هنسى عملتك السودة كده بقى. هتخليني أشرح لك وأدخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي. أنا بقى عايز أعرف عشان أسامحك. أمري إلى الله. أنا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا أحياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عبارة عن إيه؟ شوية مسالك وأوردة. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة. عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش واخدة بالك هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ عصومي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. امال انا حبيتك ليه؟ بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره. حبيبتي انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم. والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه ساميه اللي انت وريتولي ده. بص انا مصدقك مصدقك بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. شش مواسير ايه امك قاعده بقى. اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟
انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرن هنهاي. طب استنى استنى ما تمشيش، هجيب لك شويه بفتيك على نجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه، اوعى تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران. ولا بلاش صوت لسان، انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك ماسك. قدامك شهر يا تجيب شقه وتتجوز يا تفضها سيره، البنت جايه لها عريس من امريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجاره عالمي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه، ولا يضربوا قناص ببندقيه، ولا يولع بجاز وسخ حتى. فلله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر. امشي نبي نازلين نمرسكو دي في السابق. امشي وانت يا بنت، امشي الجري جوه بقى نجرسكو ورا بتاع. خلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. لا كسره فوق دماغك. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح؟ ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه، انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا أنا حوريك. أنت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب، لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنبك. بابا شجعك عربية يا شباب. بابا ما كترش بالكلام، هتفتحي بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. الناس بتتربى ده. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك على تيمور. يا تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معاه واحد قصير بس تعرف راح فين. كابي يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخاله نوسه ايه؟ مش سافره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ اه عامله ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه، قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا، بابا احنا نخش الزبالة دي. الزبالة انت عارف مدفوع فيها كام؟ ايه يا ماما انت عايزة تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزة. العروسة ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم، تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله. انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟
اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طنزه حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي بشاندي بشاندي، ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم، بترش ملح علينا ليه؟ الله، ناويين تخللونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض؟ يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة يا بطي. منور يا عم. الله يخليك، انت منورة ما شاء الله. قمر بدري منور. ناس دول استر من العين. يا عم احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ انا ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بنلف مش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترب عمر. اللحمه حلوه قوي بابا، بس بتجنن لي من زمان. هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتعتتني عشان انت اللي هتدفع. يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطمن وانا اطمن. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت هتكسفني. والله انت متكلف. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. امسك بس. همي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. اه! 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 ا
الجزار الماسخ بتاعكم ده رئيسكم انا؟ حرام عليكم، طالع معايا ولا هصيع مع الفشله دول؟ هيصيع مع الفشله دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقيت انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. نفسي في حته عيل مزقلط كده يزقلط علينا الشقه. احنا بقالنا سنه ومفيش اي حاجه. لا لا اتلم لحد من العيال يدخل علينا ولا حاجه. اتلم؟ ما انا من يوم ما اتجوزنا وانا ملمومه لشراها. هانت يا حبيبي، كلها كام قسط ونستلم الشقه وتبقى فله. مش قادر، مش قادر. يلا يا ابله نشراها عشان نروح المدرسه. يلا يلا بسرعه. يلا يلا بايا متولي بسرعه. هتنزلي من غير فطار يا بنتي على لحى بطنك؟ معلش يا ماما ما عنديش وقت. يا أبلة أبلة شراع. أيوة يا متولي. استني شوية. مسكي دول. إيه دول؟ واحد لسان وواحد مرتع. هفطر لسان ومرتع الصبح يا متولي. ده أنت مدرسة ألعاب وبتشقي طول النهار. اقعدي مع نفسك كده في الفسحة وعضي فيهم. معلش انا ما حطيتلكيش تورشي، ما عندناش. ابقي سيلفي تورشي من واحدة من صحباتك. خد يا متولي، انا هطلع على النقابة وبعدين اروح على المدرسة. ليه في ايه؟ هقدم شكوى في نقيب المعلم. وانا اشتكي لمين يا انشراح؟ استني بس هقولك. انا خدت مفتاح شقة واحد صاحبي. هي شقة مفروشة. تخلصي حصصك وتجيني على العربية ونطلع على هناك. تاخد مراتك شقة مفروشة يا متولي؟ مش أحسن ما أخد حد غريب يا انشراح؟ متولي بس متولي. هو أمر عم صلاح. تعالى. اقعد. دقيقة واحدة. أنا راضي ذمتك. طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. أنا ما بقولش كده عشان أنت جوز بنت أختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي. دوق وسمعني. تحب تسمع إيه؟ أسمع إيه؟ بقول لك دوق. أعوذ بالله. أنا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقولي إن دي خبيزة. بذمتك دي خبيزة؟ خبزت إيه؟ ده برسيم بالدمعة. حكمت يا شيف. ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى إيه؟ يبقى حمار. تقصد إيه يا متولي؟ ومش معقول كده يا عم صلاح. مفيش حد أبدا يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. أنا حر، حد شريكي؟ بص بقى، أنا هعمل لك النهاردة طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الأقل يرمي لك الكام عظمة اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو؟ بس أنا ليا طلب واحد عندك يا عم صلاح. أمرني. تديني الأوضة ساعة، أخد راحتي فيها أنا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط إيه؟ دي مراتي. يبقى تدفع أرضية. وإحنا بنلعب قمار. يا صلاح. إيه ده مالك فيه؟ سيبني دلوقتي. سيبني دلوقتي يا ميتو. سيبني دلوقتي. بابا وحشتني. يلا يا فودة بسرعة. يلا يلا. شكرا. النهاردة يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي. الدجل والشعوذة والخالة نوسة صاحبة الصيت العادي. ونبتدي حلقتنا النهاردة من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك ثواني. اتفضل. ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخالة نوسة، وفي انتظار المفاجأة الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة، بالرغم من انها موجودة في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. Thank you.
هتطلع ازاي؟ لا وجود للدجالين، وكل من يؤمن بهم فهو جاهل او مدعي. والنبي هتروح في 60 داهيه، الراجل ده هيحصل له حاجه، مش بعيد يفرقع زي البومبا وهو قاعد. يبدو لي ان الدكتور عبد الله انتصر في النهايه بدليل عدم ظهور الخاله نوسة حتى الان. مين اللي قال كده يا دكتوره هاني؟ انا الحاجه نوسة حتى الان، حد ليه سوق في حاجه؟ يا جماعه كل واحد يقعد مكانه. اتفضل يا خاله، اتفضل يا خاله. انا احبك حياه النبي، الناس كلها تحبك، الله يزيدك يا رب. انت مين يا ست انت؟ مين اللي عمل فيك كده؟ النبي ماليش دعوة، الخالة نوسة هي اللي عملت فيا كده. ليه؟ وعدتني هتجوزني. ده كذب، ده تضليل، دي بنت الخالة نوسة، ده تيمور. استنى واقعد مكانك. الواد ده انا عارفاه، الواد ده يطلع بره. ايوه الواد ده بصراحه بيتخلص من الاربار. يطلع بره وعليه مارد، هو عارفه. لو حصل في المكان هنغرق كلنا، هنروح في داهيه. ولو مش عايزين بقى يبقى انا اللي اروح. تروحي مين؟ بس اتفضلي يا خاله نوسة، هي اللي تروح ولا هو اللي يطلع بره؟ يا انت قلب التيمور قاتل. يلا يا مجنون، يلا يا اهبل برفاشر عليك. لا مش قادرة اقعد، انا لازم اروح لتيمور. هتروحي فين وتسيبي المعازير؟ كده يا ماما تيمور هيروح في داهية. ما هو اللي جايبه لنفسه. انت مستنى مجي معاك. انتوا رايحين فين؟ اقعدوا جوه، يلا اعزفوا مزيكا على ما نرجع لكم. انت رايح فين؟ تعالى خش جوه، مش كفاية فضايح البنت رايحة بالفستان. معانا مداخلة تليفونية، مين معايا؟ الو مساء الخير، ازيك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا خيرية، اكلم الخالة نوسة؟ اتفضلي خالة نوسة كلمي. اهلا يا خيرية، ازيك يا حبيبتي؟ خير، في مشكلة؟ انا مشكلتي بقى ان انا تخينة قوي ومش عارفة اتصرف ازاي. لا تتحل يا حبيبتي تتحل. وزنك قد ايه؟ يعني مش متذكرة قوي، 200 250. ده انت عايزة تتفجري. طب بقول لك ايه؟ ما تروحي تصفطي، ما النسوان كلها بتصفط دلوقتي. ما انا جوزي مش راضي، مع ان اخته شفطه وعلى ايدي. اخته شفطه؟ وامه؟ امه لا، امه شاده. اخته شفطه وامه سال. انتوا من دار السلام؟ ايوه. عرفتي منين ده؟ انت رهيبه. طب اسمعي بقى يا حلوه، انت تصفطي غصب عن عين جوزك، اسمعي اللي بقولك عليه. بس قبل ما تصفطي خلي بالك، لازم هو يصفط قدامك، وامه تصفط، واخته اللي صفطت تصفط تاني. علشان وقت البرنامج، خالة نوسة انت وصلت شهرتك لفرنسا؟ ام انا خدمت 3 سنين في باريس. وعلى كده بتتكلمي فرنساوي؟ اه جبر لي فرنسي تخف يا. جال ايميل من فرنسا بيطلب من الخالة نوسة تشخيص اي حالة على الهواء حتى يطمئن قلب الجمهور. اه انا فاهمة الايميل ده، في ناس بتشكك فيا. لا انا خلي قلبك يطمن، انت واوروبا كلها. تخافي؟ لا مفيش. ايوه عملت البرنامج ده، لازم يبقى قلبك حديد. حاضر. ايه؟ انا خايف. المكان ده فيه جن، فيه جن لابس حد قاعد معانا. اطلع بدل ما انت عارف انا هطلعك ازاي. 13 على 7. هو عزاك؟ عزاني رموا علي السيجارة في الحمام.
اراء للتيشيرت. ولا تقدر تعمل له حاجه. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع من عينه. مين ده؟ اطلع من عينه جمبره. يا بني انت بقول سيوري ما عندي. ايه؟ ايه؟ سيوري ما عندي. اطلع من ركبتي. من ركبتي. خشنه. اطلع من بين صوابع رجليه. ما بيستحماش. اطلع من تحت بقاته. اطلع نحرق. أمي يا ساتر يا رب. قومي يا حبيبي قوم. الحمد لله على السلامة. الله يخرب بيتهم اللي بيقسوا الناس. الله يكرمك. لا كل الوجه الله. يلا روح لعيالك يا حبيبي. بعد كل اللي شفناه ده تحب يا خالة نوسة تقولي حاجة للجمهور؟ طبعا ده انا جاي عشان اقول حاجات للجمهور. طبعا كلكم صدقتوني دلوقتي. الكذب اللي عملته ده صدقتوني. اقول لكم دلوقتي مين تروحي ومين شمال شمال صح؟ هو ده اللي بيعمله الدجال نصاب. اي لعبة والناس تصدق وتمشي وراه عشان غيبتوا عقلكم وبعدتوا عن دينكم فوق بقى. واكبر دليل على الكلام ده ان انا مش الحاجة نوسة. انا اسمي تيمور. والراجل اللي كان هنا ده عمرو صاحبي وحاطين له حاجات بتطلع دم عشان نضحك عليكم. يا دكتوره انا عملت كل ده عشان اتجوز البنت الواقفه العروسه اللي هناك دي وامها هي السبب. بس لما دخلت المجال ده اكتشفت ان كل الناس ماشيه ورا النصابين الدجالين وهو ده اللي حصل. ومش خايف من المساءله القانونيه؟ لا انا مستعد لاي مساءله قانونيه. انا لا اذيت حد ولا خدت فلوس من حد. ما انا قلت لكم من الاول مفيش حاجة اسمها الخالة نوسة. مين اللي قال الحاجة نوسة مش موجودة؟ أمال أنا أبقى مين يعني؟ انتي مشكلتك محتاجه راجل يشكمك وعشان خاطر ابني هتجوزك واتولك. تعال يلا وانت وهو انزلوا كل واحد يركب على كاميرا. يا الله المكان مكاننا والهوا هوانا. وادي يا زمايكا كل واحد من عيالي يركب كاميرا. يلا هات الكاميرا دي كده يا احدب. روح يا عيال عندنا فضائيه عندنا فضائيه. يلا نعمل بقى اعلان على البرنامج الجديد. الى كل محب الخلانوسه والدجل والسعوذه والكلام الفاضي ده يعني انتظرونا اول السهر اللي هيهل البرنامج الجديد نوسه سو. عميه حبيبيه. لا 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 لا. مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز. طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعه يكون مفعول الحبايه خلص والضغط نزل شويه. انا هخش افك ميه. لا احنا في ايه ولا في ايه؟ خد رايح فين انت؟ ازيك يا عم؟ انا ما سمحتش لحد يدخل. انا مستغرب. ربنا يا عم اوعى تنسى كلمه سر. عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. كنت عملته القعده دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من انا مش عارف اكلمك النهارده. ولا بس يا حبيبي. يا رب زي الفل. اللي اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفيه عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه. اسمعي كلام اختي على الاميره. عندك انا اهو جوز ياسر 24 ساعه مسطول مشتري بالدنيا بس هو. ولا ازازه ايه يا بنت؟ ازازه تفتارين بيري. اكتب عليها بيره. تعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ ابني اقعد. احنا غشمنا فيك يا حاج. انت سيبه يلعب. انا عامل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ طب سيبه يلعب. ابنك قعد ولا حلو؟ اجي يا اجي يا اجي. عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي انا هسمع كلامكم بس يبقى في فتره خطوبه الاول. خطوبه
خطوب ده يا جدع انت. الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي يا معلم. هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري قال لهم راح افتح خطيبتي. دول كانوا كلوني دي فتره وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. من حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها زيها زي اي بنت. بنت خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. بواسير ايه وشطه ايه؟ ايه يا معلم؟ ما من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعري يعني عبر في اوضه النوم. في مشاعر مش هتشط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. كل يوم على الحال ده يطلعوا من الكليه وهات يا دش في وداني. هم مش بيدفعوا لك يا عبد الحاج؟ بيدفعوا اه بس اللي بيدفعوه بصرفه على علاج وداني. يا نفسي اكل حواوشي. حواوشي ايه يا تيمور بعد المقطوعه التحفه دي؟ عجبتك عدالك؟ هي حلوه قوي بس كفايه انا هموت من البرد. طب استنى ما نشرب الشاي ولا هنسيبه ده كمان؟ ده انا دافع 20 جنيه. مش طايقين بعض طول النهار يضربوا في بعض زي ما يكونوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا ايه على مرتك كنتر باص؟ اصبر مرتك يا ولد. لا مؤاخذه يا مدام انت عارفه الشباب اليومين دول متحرر عقبال اولاد. في ايه يا بابا؟ في ايه حضرتك؟ قلت لك انزل من البلكونه قلت لي انزل من على السلم. اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المساله مساله البلكونه؟ يا بابا يلا عندي امتحان. ابوس ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ ايه حكايه الولاده دي؟ بلا شهرين بتقيس ما شفنا لهاش جيبه واحده. ما انت مش مديني فرصه. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه وعلى قدك راح تجيب لي انتريه. معلش 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 ما ترجعه وجيب خمسه سته من الحلوين السواري. يا بابا هو بقسومات. خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب هتخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك اسم البنت. طيب على مهلك على مهلك. اوعى يقع اوعى يقع. انت حر يعني مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بقى. طيب يا عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور. طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر ده نسيت الزبونة. أسام يا ابن العوي.
اوعى يكون جرى له حاجه. يا عم اطمن عليا انا الاول، جرى لي حاجه ولا لا؟ يلا على مهلك على مهلك على مهلك. اهو الامتحان، يلا بسرعه الامتحان. الاضرب يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مره. اتفضل اطلع. ده فوده فوده، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا بدي يدوسة يدوسة، شايلة لبس بوسة، والله لويتي وكبرتي وبقيت يا عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج اموت بقى. تيمور تأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده، انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحش قوي. ايه ده يا رومانسيه؟ عندنا امتحان يا معلم. خد، جبت لك انبوبه امير. يلا بسرعه الامتحان، والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ ايه يا معلم، انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى، انا بعت اجيب لك ميه سخنه. هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين الناس؟ قومي يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هات ايدك. يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ فين؟ مبروك يا نوال. الله يبارك لك يا ياسمين. نوال انا هطير انا، عشان ايه انت فاجئتيني؟ عايز استعير؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي يا عم؟ شايف بس. يلا بسرعة. يلا بينا بسرعه بسرعه. يلا استاذه نوال مش هنا، وقالت لي ما تدخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبله. ما شفتيهوش يا بنتي وعينيه لازقه في بعض وراح وقع على الارض؟ يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قراها باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ فهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم انا يا بابا، لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى
نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب. وحشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخانق. انت بتشنقني. طيب خلاص. كريم فهمني فيه انت بتعمل ايه؟ ايه ده في حاجه في هدومي؟ ايه ده انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه طب وهذا؟ ما تقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش هما بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتتفش؟ اسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت خضري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم. بعد العشره الطويله اللي بينا دي هتسيبني؟ عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك. انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه ساره؟ ايه؟ اه يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انتي خدتي مكاني النهارده في الشركه. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه. لا 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 خلاص بس. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى ده انت عيل نكد. مين دور؟ سلام. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. ده رايح على الواد كريم ده؟ كريم مها. اه والله حبيب قلبي. تعال يا حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي وغرقت الدنيا تاني. وقعد بقى انا غرقان في الميه بقى لي يومين واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه؟ دي قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع شهر سنة البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مال رقبتك؟ لا مش قصدي. ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها. ما معلش يلا مفيش مشكله. بس عليك بس. يو معلش بقى يا ابن خالي انا ما بتقولوش غير يعني كل شهر بتحصل. مصدقتي هتلعب شويه؟ لا انا عايزك تاخد بالك من فكري بك. لا طمن يا رمان انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه. هو انا طلقتها من شويه. هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده اخذ اقلام وشلاليت وبنيات تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا امان. هدية ايه بس؟ كفايه العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هديه. ربنا ما يحرمني منك اهو. سلام يا سلام. ايه ده امان؟ شهاده تقدير لحفيدي لبلوغه سن الـ40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان. ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك قبطتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا. انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة.
اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتيتيهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه، حبيبه امان، حبيبه امان. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين، سيرين، سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل؟ وانت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ فشاخ. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الصلاه الله يخليك، هو طياره لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضو وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده، شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني ما اقول انا جاية عن مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقت كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه ما تشوف جدك يا عم، الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل، هيعمل ايه ده بيكتب اسمه بين يا جعيل؟ فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه بوقف فيا اكل، اسمع اتكل على امي. يا اوف ايه ده؟ انت بتسقف؟ انت تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده نطبق سلطه على الترابيزه. هو ده غلبان، تيتا قواهته في صنف الحريم، مستقطع ليه؟ بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. اوف يا عمان، الدلع عمان، والنحو يجيبه يا عمان، الدلع يجيبه يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي، انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره يا هو. رمانه راح اشتاق لك كتير والله. يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده، انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان، يلا يا امان، ده انت خبطها خبطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى، اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجلع ده، فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه امان. يا ساتر ايه الاخلاق دي، اخلاق سفله امان سفله. صاحب صاحب وكان عشم يقول ودي
أنا مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. أنا عارف يا أمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا أمان. اسمع يا رؤوف، أنا عاوزك تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة؟ ليه الاستعجال يا جدعان؟ يا أخي سيبني أكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا ألف هنا وشفا. لا إيه؟ خلاص خلاص أوي. كفاية كده. مش حاضر أدخل لقمة ثانية بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى الجمهور هنا عدل. خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله امال؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميلة، عشها، استمتع بيها، وما تخافش من أي حاجة أبداً. يعني أنت رأيك فيا إن أنا جامد وذكر وستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظن. أنا هحولهولك إلى يقين لا يرقى إليه الشك. نعيمة، أنا أول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مثقف وملكش غير في الكلام ده. أنا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغة العربية غير حرف الكاف. عارفة ليه؟ ليه؟ لأني هقطعك. يا لهوي يا هوي، بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فاكره ما شفت الرعبه؟ لا مؤاخذه يا طنط، انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا خليك تكسر حصك حياتك. طيب طيب، انا خليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. انا خليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. يلا خليك تكسر حصك. يا هوي هقول يا بنت، مراتك بتغتصب. بقول لك مراتك بتغتصب، العب وانت في بولتك. ده واد ظبط العمو، الله ينعل ابو عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيه يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك؟ انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت هتولعه جديده؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني الدليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه، نسوان وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. الله يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامه ليه اتفرج؟ ما عمرتي حاجه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير. فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. قول لي اتنزل على الحجز. حجز مأمورة ايه؟ تهمة ايه يا سعادة الباشا؟ قلبت دماغي. ايه يا نهار اسود، دي نصيبة تانية. ليه؟ تهمة قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام قال لي ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. كفاية نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير تيتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟
طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى. بصي ايه تيتا، ممكن يعني طاح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فياريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله واقعه مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حجزلكوا تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى، يا حونة. يا عيني والله ما في حنيتها ماما، والله. منوعة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ شنكيني. انت تقفونا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم، اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره جاي هنا وهو اللي بيسالني. بيقول لي ماذا؟ لازم اقول. الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الإلحاق النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ ايوه. مش عرفني لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك ايه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي. امشي امشي. ما تزقش. امشي. محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت La gente está muy loca. انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه اتعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار، هتتخانق معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش رحمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر.
انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادره، انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا منى يا منى اهدي شويه يا منى، مش كده اعصابك لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه؟ طيب وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا اتفسحنا، هو قصنا ده انت طلعتي لهلوبه في رقص. بس بقى يا رؤوف مش عايز تقص كده اوفه، رقص صغير رقص صغير شو. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوا ده بدكم خيبه في ودانكم. اسمع لك يا منى، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم، بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده، من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس ايوه منى منى معلش تيتا فين بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منى. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. ايه فجاه فجاه كده النكهه كده وخان غاب ده انا هشنك وهوب انا من اواكل. ما كنتش اعرف البنات دي جدعه قوي كده بصراحه، بقى عملوا اللي عليهم وزياده. وماله يا عم، ما عملوا تاني ويحاولوا تاني. يا لهوي ياما صاروخ. يا مدام يا مدام زلط هيك كده انت لسه واكل. الله اسمه زلط. الله ده اسم رومانسي قوي على فكره. هو لسه واكل ياكل يا فندم بالهنا والشفاء، ده انا شاري السندوتش ده مخصوص عشانه. نفرعوا صافي كريم الحسين. هلا رفعت. الله حادثة. اخبارك ايه؟ خلفت؟ طلقت. ايه ده؟ بصرة وانا كمان. المهم انت اخبار شغلك ايه؟ مش كنت تشتغلي في شركة كوزماتكس؟ اه دي اللي بتعمل اكل الكلاب اللي في العاشر من رمضان. لا بتاعت مكياج، سبتها من زمان ودلوقتي فاتحة بيوتي سنتر. كارت. بالنسبة لي ممكن كارت، ممكن واحد تاني. ليه؟ عشان لو حبيت اروح البيوتي مرتين يعني. على فكرة ده للسيدات فقط. والله؟ خلاص هبقى اجيب تيتا وناخد فكرة برضو. تحبوا تيجوا معايا؟ ده قريب قوي من هنا، انا كنت بس بمشي زلط شوية وراجعين على طول. والله فكرة برضو، يعني نتمشى مع بعض كلنا يعني، ومعانا الاستاذ زلط برضه ما فيهاش حاجه يعني. يلا 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 بينا. يعني مشوار كده على قد جوجو كل ده عملتيه بعد التخرج؟ اكيد معاكي شركه ولا شريك؟ ده ملكي لوحدي. ازاي بس يعني مشروع زي ده عايزه على الاقل 3 او 4 رجال اعمال. انا جربت الرجاله في كل حاجه، جواز بزنس ما بينفعوش، قلتهم احسن. اتفضلوا هنا عاملاه مكياج وكونسلتنت. امال الجيم فين؟ الجيم والجاكوزي فوق. ازيك يا عيسى؟ طب بالنسبه للمشايات؟ فوق برضو؟ مساج. مشاز. مساج. مشاز. ايه رايك؟ هايل هايل هايل. فيري ستايلش. مالك؟ فرحان في ايه؟ جيجي هو في غيرها؟ لطيف قوي يا جهاز ده، بس هو بيحبها قوي ومرتبط بيها جدا.
كريم الله يخليك. الله يسلمك الله يسلمك. انت تعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا يا متعافى حضرتك الناس لبعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان شاكرين قوي الفضاحه دي. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زجز روق. الله يخليك يا معلم. زجز روق شاكر منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ لا لا ما اقدر ما اقدرش مش هقدر. طيب مش هقدر مش هقدر. سوري سوري الفرق فضاحه دي. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حاضر يا تيتا. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي موظفة كبيرة قوي في سوبر ماركت كبير قوي شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا أسطى نقاش كبير قوي أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم ده إيده تتلف في حرير. جرايا يا حاجة وماله نقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايا رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي مش جايين يا تيتا نشبع عباشو. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافا منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان قدامي يا حيوان قدامي عرة 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 مين يا دنادي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوز. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجة يا صروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن ما تطمنش بس الفضول بحبش الفضول لو تقام ناس يا مش هقطع الشغل. بتشك قوي. طب تحرجني على فكرة. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه واعي انها جدتي ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليا حق عرب واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع يا رؤوف الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع يا رؤوف يبقى راسك انت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشيره بتاعتي. ابايم ابايم احنا في مكان عام يا جماعه. عندها عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار امشي. وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. الف هنا وشفا باي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا باي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. شكلها مش هتعدي. انا بتضمر. هقول لك ايه؟ خاف اوح. حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك. امسك بسرعة بسرعة يلا امسك. ايه دي؟ نحاشي مش ايه يا خيب بيتك بتحطولي في ايدي يا موام. ناقص احاق في الكافيه مش كفاية لغايب مزفت بايب عامل بيها ايدي دي تضرب منها الجرتين خلاص هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد وجدتك دي بقيت قد البوس. الله يخيب بيتك يا موام. 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 يا متخلف بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش؟ ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوك راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير. الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي اخطا لازم يتعاقب. وقاعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها ولما ببيعها بنصب على الناس كمان.
وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوة قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايب مخدرات بلوه بتحرق شعوب وبلاد، يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم، ابوك مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ يا تيتا حميني بقى، ده الظابط اللي في اسم اللي عنده ده بابيه قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه، اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو، القربه بتخو مش بتنقط بعد اذنك. شوف الواد يخرب عقلك يا باشا. ايوه محمد. عيب يا ولد، ده خالي عفريت. ربنا يحميك. ربنا يحميك. مش نهدى شوية هذا ما اتكلم ابوك وامك؟ انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتنا. انت ايه بلطجي؟ والله الواد مصطفى ده عنده حق، دي بنت دماغها ناشفة عايزة تنكسر كل شوية، قعدات ومؤتمرات. عيب الكلام ده يا عليا يا اختي، احنا الاول نطمن لزهني ده ونتأكد ان مصلحة اختنا وياه. هو في حد بيتجوز في البلد دلوقتي يا ماجدة؟ على الاقل زهني ده حيصونها ويسطرها بدل ما تاخد لها شاب فقير ياكلها فول وطعمية. النبي عليه يا اختي، دي البيوت مليانة مشاكل وهم وقرف. ما انا قدامك اهو جوزي مطلع عيني واخر غلب. بس ما نحل مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. مش عارف تبقى قد الشحط ومش عارف تحل مشاكلك. دور ما انا قلت لك سيبك من شغل الهلبقه بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكركير. سكركير؟ مش اما تعرف تقولها الاول. ما اشتغلتش معاه ليه؟ امشي لعن ابوك. وبعدين هشتغل معاك ايه؟ مرمطون؟ يا اخي حرام عليك بقى، هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى؟ ما كفايه بقى لعبة البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. ايه اللي جرالك؟ انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته. انا مش قلت لك ما تعلي الصدق؟ ما تهدى بقى عن حب تربيتك يا عيني. ولد مالك؟ سيب الولد. مش تربي ابنك بدل ما بتربي في حضنك. بس ايه حاحة مش كده؟ اهدى شوية. ما توحدوا الله يا جماعة، هو احنا اتحسدنا ولا ايه؟ اسمعوا بقى، انا قلت لكم اللي عندي، عايزين تقفوا جنبي كان بها، مش عايزين انتوا احرار. اوعى من وشي. يا حاحة استنى بس، مش هتتغدى معانا؟ وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة، بصراحة يا مروان، مناعة استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. ايه؟ الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني يا حبيبي، الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع هو نطش متكلم على طول. حاضر بقولك ايه، انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها، والطيب خاطرها بكلمتين خلاص، تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروح في اي حتة فاضية مفيهاش تاريخ ابني تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف؟ إيه؟ دي مواطي، اخد مواطي تحت الكوبري. يا مناه دي ست كبيره يا مناه، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطر ربنا، يعني خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه، يعني احنا لسه في عز الشباب، نسيت ان احنا لسه عروسان يا مناه. في ايه يا مناه؟ ركز معايا شويه، انا وربنا بص بقى. ها ايوه كده اضحك يا منار، شوف هنعمل ايه. منور يا بيت اخوك يا منار. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال، قول لك يا ابراهيم. خير؟ عايزك بصراحه يعني والدين الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يا ابراهيم، حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جايه. نشوه بتمو نشوه؟ اه.
ميسا ميسا ابراهيم. ميسا ميسا رؤوف. يلا منار يلا منار. قوم يا بنت ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس مفاجأة مفاجأة منار. ميسا ميسا ابراهيم. ميسا ميسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا منار؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه وما تلم عليك يا منار. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا منار. يا منار انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي، بعدين احنا مسيطرين ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي. ها؟ جاهزه؟ ها؟ يلا يلا بوسي يا منار بوسي بوسي يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود نهار اسود نهار اسود وربنا معطي. انزل يلا وربنا انت وهي ايه يا فندم ده عبيط. ايه انزل يلا ده عبيط. ايه حضرتك وربنا معطي؟ صدق صدق انت دي معطي وربنا معطي طبعا مش هصدق. شهود وتلبس الحمد لله يا رب الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته انا مش مشقوطه. ايه يا منار ايه يا منار الكلام الفاضي ده قدام جوزك؟ انا مش مشقوطه يا فندم، الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدرات، جاي حضرتك في المروه اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف المره دي هتتحبس بقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه وهي جت لغايه عندنا، عيشها بقى ارجوك ما تفسدهاش. بكرة الصبح هتتعرضوا على النيابة والنهاردة حبته في التخشيبة. يا فندم صدقني أنا مراته. في إيه يا رؤوف مالك؟ مش عارف مالي حاسس جسمي ساقع كده مش عارف مش عارف شكلي تعبت. أنتوا مصممين على الكذب؟ طب فين القسيمة؟ حاضر يا فندم موجودة القسيمة الحمد لله. طب كلمتي أنت معلش 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 خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. ألو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ماك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا؟ مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده هتقلبنا منار؟ ده ما حصلش كده في اسم يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان في ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه لحسن حديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنبسني شويه استحمدين. طيب غور من وشي. حضرتك تيتا غور. نام في حلم معين حضرتك تقولي لي احلامه ولا احلام براحتي. شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. يا منار وحشاني يا منار. سيبني في حالي يا رؤوف انا مش طايعه نفسي. مالك يا منار؟ حاسب حاسب. كفايه كده روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا حاضر. منار مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه، لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تي بابا 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 شيل ايدك يا منار عشان مخنوق. بس ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. اقف مؤدب اوكي؟ اوكي ها؟ مش طالعه شريري خد تاكسي وهرب. ها؟ ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضرب. ها؟ ما تقواش المأساة بتاعتي. اوه يلا يا حاجة شوفي كاشيل ورايا ولا مش مكان عطلانة. ايه قدامك عطلانة. فين المدير بتاع المكان؟ تروح ولا ايه؟ لا يا معلم تكلمت على الله، انا واخد وديه زياده من المدير، انت عارف الزوبه موان.
راح في قاعدتنا الذهبيه الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا زمن. السلام عليكم. السلام. انت كريم الصغير صح؟ صح. طب فين عم كريم الكبير؟ صباح الخير. صباح النور ماجد ابن عمتي مها دينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه يا ابني ما تيجي تقعد؟ يا نهار اسود مين الجبان اللي عمل في وشك كده؟ على اذنك اعمل شاي. اهلا وسهلا نورت. استني يا مهنا جاي اساعدك. اهلا بيكي. بقول ايه يا ريت لو سمحتي شاي بلبن او كلنا شاي بلبن عشان نضرب بيتي فور مع بعض. انا جايب بيتي فور. ها حاضر. من عينيا الاثنين. تسلم عليك. صباح الفل. سكر زياده سكر. هم دول جامدين قوي. ايه ده انت بتفطر قطن ولا ايه؟ كمادات. كمادات. بقول لك يا كريم قول لهم على الحكايه بقى واخلص. قول لهم انك جايبهم هنا مخصوص عشان يصلحوك على مراتك. زمان الاستاذ معتز نازل تسبيل في الست جيجي وانت هنا عمال يتواجب معاك. اه حاسب. طب انا ماشي بقى. فين؟ ما انا مستلزم البنك ساعتين وراجع تاني. طب مرسي يا عبد الفقر. لا ده مش ليك. انا هفطر بيه انا واصحابي في البنك. لا 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 انت ماشي ولا ايه يا ابو الشاي؟ معلش اصل سايب البنك لوحده وانتوا عارفين دي فلوس ناس. باي باي. مع الف سلامه. انا اتشرفت. ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الاوضه لوحدي؟ جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب. ادوخ شويه يدخلوني الانعاش. كفايه والنبي يا دي انت كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا يلا نمشي. يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف. طيب يا رؤوف ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمططونا. حضرتك تقصد الحاجه راويه؟ انا كان قصدي واحده تانية خالص. الحاجه راويه دي صحتها بومب. تشكين. يلا يا حيوان. ثانية واحدة بس حضرتك علشان أنا عندي البروفيل ده أحسن من البروفيل ده. فا هي كاميرا فين؟ كاميرا إيه يا فندم؟ إحنا إذاعة. يلا يا فندم. إذاعة. جاهز؟ والآن ما قدرش الأخبار المصرية مع رأس الدولة يا إبراهيم. هتبقى خالق وشوف إيه دلوقتي معانا. بالنسبة لكوبري 15 مايو وكوبري أكتوبر ومنطقة وسط البلد ففيهم كثافة مرورية عالية. وقدامهم فترة طويلة عبال ما يفكوا. يفكوا؟ ده ينفكوا سيادتك. أيوة يا فندم. أنا مواطن دولة على المحور. انقذونا لأبقى قوة. خلال أيام إن شاء الله. طب يعني الناس اللي رايحه مصالحها يا فندم بتعمل ايه؟ مش مشكلتي انا لسه مخيش على الدائري. مش قادر. البيبي هينزل. الحاج يا رؤوف امسكي نفسك يا حبيبي. امسكي نفسك شويه. خد خد الدنيا حاضر. على ده خد على المنديل ده. كله تمام يا تيتا. كلمت ابراهيم وكلمت بماء اسعاف شوطه الناس. انا بنصح كل الساده المجتمعيه اللي عنده مشوار ما ينزلش من بيته من النهارده. الله يخبيت بشوتك الزبط. شكرا رائد حسام عبد الواحد اللي كان تقرير المرور النهارده. انت يا فندم انت سايب للدنيا بتضرب تقلب وعامل لي لقاء هنا على الهواء. وانا اعمل ايه سيادتك؟ والله هم اللي وقفوني هنا. هنقلك فين تاني يا اخي؟ انا اسف. احنا جالنا بلاغ من النجده ان في واحده بتولد هنا على المحور. اتفضل اتصرف وريني الطريقه هتفتحه ازاي. اعتبرك اتفضل. ايه ده؟ ده انا مش قادر. روح جيب لي تشتو ميه سخنه بسرعه. تشتو ميه سخنه عم بحور عم بحور. اتصرف. يلا تشتو اصلا ارقام. تشتو يا جماعه تشتو ميه سخنه. تشتو ارقام. تشتو ارقام. تشتو معاك عم بحور ارقام. تشتو ميه سخنه. تشتو ممكن الاقي مع حضرتك تشتو ارقام. يلا بره بتولد عم بحور عم بحور. شركه قوي. ده حلو قوي كده. بفضل ايه؟ تعالى ربنا عندي. تعالى ربنا يخليك. كمان انت كريم اب رفتك حلوه ماما. يعني كمان قاعدين كده في السخن. يا رب معلش يا ماما. خد تيتا امسك تيتا. وانا مالي يا ابراهيم. وانا مالي يا ابراهيم. انزل يا رؤوف. مش وقت. طب يلا سيب وقتك. رؤوف وحشتني قوي. الله يخليك يا فندم. هي مراتك اللي بتولد؟ هي اللي بتولد امال تيتا. ما تسمعش كده. شوفوا حاجه خدت العربيه عشان اتفضل. لا وش يا رؤوف. لا وش يا رؤوف.
حط التعليق في كل حاجة. اه يا فندم لا تمام. اه لا ده روح صديقك يا فندم. اه يا المدام بتولد. خير ان شاء الله. خير خير. كله داري وشه. مبروك يا حبيبي. صب في عزك وعز يا منار والنبي تيجي تشيله. ابعد ابعد ايدك كلها ميكروبات وابعد نفسك. يا نهار اسود ابني يا جماعه ابني يا ناس. سميه يا رب. ان شاء الله هسميه رمان على اسم جدي. رمان رمان ده ايه؟ ده حفيدي انا اللي هسميه. هسميه حشمت. حشمت ايه؟ تيت هو موظف. ايه الاسم البيئه دي؟ حشمه حشمه ده ايه؟ انا خاله وطن الواد. اخرس انت. حاضر يا تيت. وزع شرباتي عن فاضي وعاد الساعه وعاد الساعه يطب في عزي وعزك. دول ميرفت وصباح قسم وثائق ومكتبات وقسم تاريخ الاثنين اداب. لا ما هو باين. انا مالي يا كريم في ايه؟ انا لغيتها في السكه وانا جاي دفعت معايا قلت اجيبها على هنا. ايه الاستجوابات دي كلها؟ احنا هنتعين. لا يا سكر خدوا راحتكم على الاخر نجيب بيتكم وان شاء الله ليله هتبقى زي العسل. ثانية واحده. ايه في ايه؟ تاخدهم وتمشي من هنا فورا. ليه؟ مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ انا بعمل بنصيحتك. انا قلت لك تتعرف على بنت لطيفه مش تجيب لي نفسك تهمه وتجيب لي معاك. يا عم احنا هنقضي ليله طريه مع بعض ما فيهاش حاجه. ما انت عارف تيتا كبسه على نفسي وشال حركتي. وبعدين انت مش قلت لي ان جيجي مسافره؟ جيجي مسافره قلب الشقه جرسونيره. يا عم لا جرسونيره ولا حاجه. عندك ايه في الثلاجه؟ بص انا جايب معايا نص كيلو تفاح على خوخ وهخش افتح اربعه اكسبورت مشعبرين وهنقضي ليله ملهاش ملامح يا معلم. ما تشغلني مزيكا كده ولا غنوه حلوه. نعم انا لو ايه